لقد تجاوزت حدك يا سيد كونال، وهذا بالطبع لن يمضي أبداً دون حساب. لقد أعطي الأمر بأن يقتل سادة مجلسك وأنت معهم أيضاً سيد أرطغرل. دخلت القلعة التي فتحتها وبكل خبث، ولم تكتفي واستوليت على ما أملك. ما هذا التهور سيد جونال؟ هل عندك إجابة؟ أنا فقط فعلت الذي أمرتني به دولتي. والسيد أرتون والسيد تورغون، وماذا عن بامسي آل وعن أخي سونغورت كيم؟ ماذا فعلوا كي تعلقهم على حبل المشنقة؟ أخوك سونغورت كيم دخل القلعة سرا واجتاز الحراس وحاول تهريب السجناء بالأمس. قلت إن هناك حكما تم إصداره بحق سادتي. السيد سونغورت كيم، هل كان سيقف مكتوف الأيدي وأبطالنا سيعدمون بسبب كلام أميرين حمقى؟ كنت تشرع في قتل أبطال كانوا يخدمون الدولة منذ سنوات. الأمير سعد الدين، هل أصبح سلطاناً ليقوم بإصدار الأوامر لقتل أبطال يخدمون الدولة؟ وألتون آبا، هل هو قاضي لكي يحكم بخلاف الشريعة والأعراف ويقوم بتعيينك جلاداً؟ ألا تفهم؟ أنا قمت بتنفيذ الأوامر التي أعطيت إلي. إما أنك خائن قام الأمير سعد الدين باستئجار سيفه، أو أنك أحمق قد عميت عينيه من شدة إخلاصه لدولته. تكلم، أيهما أنت سيد جونال؟ يكفي سيد أرطغرل، إلزم حدك. لقد تم العفو عنك بأمر من سلطاننا المعظم وبكفالة من الشيخ ابن العربي. بالنسبة لي هذه المسألة أغلقت. الأشخاص الذين اتهموني بقتل سلطاننا هم ذاتهم رأوا بأنني كنت بريئا. رائع. عرفوا أن سادتي أيضا أبرياء من هذه الافتراءات، وأنهم أبطال أخلصوا لدولتهم. انتهى الكلام وانتهت الوظيفة الموكلة إليك سيد جونال، والآن اذهب واجمع جميع جنودك واذهب من قلعتي. لا يمكنك أن تعزلني، أنا وجنودي أوكلنا وظيفة هنا في هذه القلعة. ما رأيك بأن أسلمك القلعة التي فتحتها؟ أبدا، وليس لي الحق بأن أخذها منك. أمر الأمير سعد الدين والوزير ألتون آبا نقضه حكم براءتك الآن، لكن آخر قرار ختمه سلطاننا المرحوم علاء الدين، كلانا مجبران على تنفيذه. ماذا تقول سيد جونال؟ حين كنت في قلعة الأخلاط، السلطان علاء الدين رحمه الله أرسل لي هذا القرار.
وبحسب ما ترى فقد أمرني أنا وجنودي أن نأتي إلى كاراجيسار وأن نكون هنا تحت إمرتك. إن كنت سيدا مخلصا ومقربا من سلطاننا كما قلت لي، فيجب عليك أن تنفذ قراره. إن تنفيذ قرار السلطان هو فرض علي. سوف أسمح ببقائك هنا سيد جون أل، لكن إن حاولت خيانتي لمرة أو الدهس على الأوامر التي أعطيها، فأنا أعرف كيف سأدهسك أيضاً.